قد تبدو ضعيفا لأنك أردت أن تكون ضعيفا، إذا عش كما تريد. لا بد من أن تعلم أن بإمكانك في أي ظرف وفي أي وضع وفي أي معطيات يمكن أن تكون قويا، وأن تتخلى عن شعورك بالضعف. تأمل وردك اليومي، الدعاء النبوي: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويدعوك أن تدعو بالاستعاذة من العجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. القوة مطلب أساسي، وإلا فلا قيمة للحياة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. أيها الإخوة، ما من مخلوق أضعف من بعوضة، ومع ذلك حينما تلح أن تغرس خرطومها في جسم الإنسان وتمتص من دمه تغدو أقوى منه. قوية بإلحاحها وضعيف باستسلامه. القوة مصدر الثقة، والثقة لا توجد إلا في قلوب الأقوياء. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أيها الإخوة، عليك ألا تتردد أن تكون قويا مهما تكن الظروف، ومهما تكن معطيات البيئة، ومهما تكن الأحوال. لديك عملاق ينام بين جنبيك، فابحث عنه حتى لا تموت وأنت تعيش بين الأحياء. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن تكون قويا في أي ظرف. العلم قوة وهو في متناول يديك، والخبرة قوة، وإذا كنت في منصب رفيع فهو قوة، وإذا كنت ذا منطق سديد فالمنطق السديد قوة، وإذا كنت ذا بديهة فالبديهة قوة. الحياء قوة، لأنه يمنعك أن تفعل شيئا تهلك به. الاستقامة قوة، المنطق قوة. ملايين بل آلاف بل مئات أنواع القوى التي يمكن أن تمتلكها في أي ظرف. مثلا إذا قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ما الذي يمنعك أن تكون عالما؟ أبواب العلم في متناول يديك. المستقيم قوي يرفع رأسه، ما الذي يمنعك أن تكون مستقيما؟ الأمين قوي، ما الذي يمنعك أن تكون أمينا؟ العفيف قوي، ما الذي يمنعك أن تكون عفيفا؟ وسائل القوة بين يديك. أيها الإخوة الكرام، الإخلاص قوة. سيدنا يوسف قال الله عنه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ما السبب الذي صرف الله به عن هذا النبي الكريم السوء والفحشاء؟ لأنه كان من عباده المخلصين. الإخلاص قوة، العلم قوة، الخبرة قوة، الاستقامة قوة، الصدق قوة، الأمانة قوة، العفة قوة. لو دخلنا في التفاصيل، التسبيح قوة، والاستغفار قوة، والتقوى قوة، والتوكل قوة. إليكم الأدلة. سيدنا يونس، فلولا أنه كان من المسبحين
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لأنه كان مسبحا كان أقوى من أكبر مصيبة تصيب الإنسان، أن تجد نفسك فجأة في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر، فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والتقوى قوة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التوكل قوة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الاستغفار قوة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في الحديث الصحيح، من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أما المعرفة والعلم فقوة هائلة. المعرفة تعطيك طاقة لا تتقيد بحدود المكان أو الزمان، تكسب صاحبها علوا ومنزلة وتمهد له الطريق للرفعة في الدنيا والآخرة. الدليل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. المرأة بما آتاها الله من جمال يمكن أن تكون قوية، يمكن أن تحق الحق، يمكن أن تكون زوجة من الطراز الأول، يمكن أن تسير بيتها إلى طريق الخير بما أوتيت من قوة. ليس هناك على وجه الأرض مؤمن لا يستطيع أن يكون قويا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لماذا إذا ذكرنا كلمة قوة لا يتبادر إلى أذهاننا إلا أن تملك سلاحا فتاكا؟ في أي مكان، في أي مجمع، الأمين قوي ومحترم ولا يستطيع أحد أن ينال منه، الصادق قوي، المتقن لعمله قوي، الخبير قوي، العفيف قوي، ما الذي يذل الرجال؟ شهوة البطن والفرج. يشترى الإنسان الضعيف بالمال والمرأة. فإذا امتنع المؤمن عن أن يضعف أمام شهوته وأمام رغبته في المال كان أقوى من الأقوياء. ليس مفهوم القوة أن تملك سلاحا فتاكا، قد تكون ضعيفا وأنت قوي. أيها الإخوة، دققوا في هذه الحقيقة. إن من الواجب علينا أن نبحث في كل مظنة ضعف عن سبب قوة كامنة فيه، ولو أخلص المسلمون في طلب ذلك لوجدوه، ولصار الضعف قوة، لأن الضعف ينطوي على قوة مستورة يؤيدها الله في حفظه ورعايته. فإذا قوة الضعف تهد الجبال وتدق الحصون. قال تعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إن الحديث عن القوة النابعة من الضعف ليس دعوة إلى الرضا بالضعف، وليس دعوة إلى السكوت عليه، بل هو دعوة لاستشعار القوة حتى في حالة الضعف. ربما صحت الأجسام بالعلل، قد ينتزع المسلمون من هذا الضعف قوة تحيل قوة عدوهم ضعفا، وينصرهم الله نصرا مبينا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أيها الإخوة الكرام، من مبادئ هذا الدين الأصيلة أن نفتخر بهذا الدين وبتعاليمه، وأن نتشرف بأن جعلنا الله من المسلمين
فمن لم يتشرف بالدين ومن لم يفتخر بكونه من المسلمين ففي قلبه شك وقلة يقين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإنه يا محمد لذكر لك ولقومك. هذا القرآن يرفع ذكركم، وهذا القرآن يرفع ذكر أقوام سيأتون من بعدكم. وإن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا رب كيف نضل في هداك، وكيف نذل في عزك، وكيف نضام في سلطانك، وكيف نفتقر في غناك. أيها الإخوة، في بلد عربي أتت ضيفة إلى هذا البلد، فاستقبلها الوزير المماثل لها ومعه فريق من كبار الموظفين، كان أحدهم ملتزما فلم يصافحها، فعدم مصافحتها أغضب الوزير إغضابا شديدا ونهره وعنفه. لكن هذه الضيفة سألت عنه في طعام الغذاء، أين هو هذا الذي لم يصافحني؟ فجاءوا به، سألته لماذا لم تصافحني؟ قال لأنني مسلم، ولأن ديني يمنعني أن أصافح امرأة أجنبية، وأنت امرأة أجنبية. فقالت لمضيفها لو أن المسلمين أمثال هذا لكنا تحت حكمكم، لا تستحي بإسلامك هذا دين الله، لا تستحي بقرآنك هذا كلام الله، لا تستحي بنبيك هذا سيد خلق الله. البطولة أن تظهر عظمة هذا الإسلام، البطولة أن تطبقه، لا أن تنادي به وأنت مخالف له. أذكر قصة رويتها كثيرا لكنها مناسبة أن أذكرها الآن. شاب عاش في بلد غربي أحب فتاة وتعلق بها تعلقا شديدا، فلما استأذن والده بالزواج منها أقام عليه النكير وتوعده أن يتبرأ منه وأن يحرمه من الإرث. فلما سأله ثانية يا أبتي لو أنها أسلمت أتوافق؟ قال أوافق. أعطاها كتبا مترجمة إلى اللغة الإنجليزية عن الإسلام لتقرأها، فإن أسلمت تزوجها بموافقة أبيه. طلبت منه إجازة كي تقرأها بعيدة عن ضغوطاته، ومضت هذه الإجازة وهي 4 أشهر كأنها 4 سنين. فلما انتهت الإجازة وقرأت الكتب أعلمته الخبر، وكان قد صاعق اختل توازنه من الفرح. قالت لقد أسلمت، ثم تابعت قولها ولكنني لن أتزوجك لأنك في ضوء ما قرأت لست مسلما. هذا واقع المسلمين، يرفعون شعارات الإسلام لكنهم على المحك اليومي ليسوا مسلمين، وهذا سبب ضعفهم. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. أيها الإخوة الكرام، بإمكان كل واحد منكم أن يكون قويا إذا أتقن تحصيله الدراسي. أيها الشباب، أيها الصغار، إذا كنت الأول، الأول محترم. سألوا طالبا نال الدرجة الأولى على القصر كله في الشهادة الثانوية، سألوه في صحيفة يومية بما نلت هذا التفوق؟
فأجاب إجابة تعد درسا، قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي طوال العام، وأي مسلم إذا تذكر يوم القيامة، يوم يلقى الواحد الديان، فكل عمل يعمله يسأل نفسه: أيرضي الله هذا العمل؟ إذا عندئذ تتفوق. مرة ثانية، المستقيم قوي، والعالم قوي، والمتقن لعمله قوي، والعفيف قوي، والأمين قوي، وأسباب القوة بين أيديكم جميعا، ولا أحد في الأرض يمنعك أن تكون قويا، ولكن الشيطان يمنعك أن تكون قويا، لا يمنعك بقوته بل بوسوسته. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أحد أكبر زعماء قريش كان عند رسول الله، جاء ابن أم مكتوم الأعمى، والقصة عندكم معروفة. هؤلاء الجبابرة كأن الله سبحانه وتعالى يلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، هو يعتب له ولم يعتب عليه. هؤلاء الجبابرة الذين أتوك تستقبلهم، أما هذا الأعمى فقد أعرضت عنه، فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى هذا الذي جلست معه. أيها الإخوة، ما الذي كان أن هذا الأعمى الضرير الضعيف الفقير لكنه مؤمن أتى النبي مرة ثانية، فقام له صلى الله عليه وسلم وعانقه وفرش له رداءه وقال له: مرحبا بالذي عاتبني به ربي. هذا الأعمى الضعيف الفقير أتى داعي الكفاح، وارتفعت راية الإسلام في يد عمر رضي الله عنه، ونودي بالنفير إلى القادسية لمعركة فاصلة مع آل كسرى وآل رستم، فكان عبد الله ابن أم مكتوم من المجاهدين. قيل له: إنك معذور، أنت أعمى. قال: لا والله، يقول الله: انفروا خفافا وثقالا. فلما حضرت المعركة سلموه الراية فوقف مكانه حتى قتل، فكان قبره تحت قدميه رضي الله عنه وأرضاه. من هو القوي؟ هذا الفقير الضعيف الضرير، وذاك العملاق الكبير الذي لفت الله عز وجل نظر نبيه أن دعك وشأنه. لا تحفل به، احفل بهذا. فأنت إذا آمنت قوي عند الله. أيها الإخوة الكرام، دخل سليمان ابن عبد الملك الحرم المكي، ومعه الوزراء والأمراء والحاشية والجيش، فقال: من عالم مكة؟ قالوا: عطاء بن أبي رباح. قال: أروني عطاء هذا. فأشرف عليه فوجده عبدا كأن رأسه زبيبة، مشلولا نصفه، أزرق العينين، مفلفل الشعر، لا يملك من الدنيا درهما ولا دينارا. فقال سليمان: أأنت عطاء بن أبي رباح الذي طار ذكرك في الآفاق؟ قال: يقولون ذلك. قال: بماذا حصلت هذا العلم؟ قال: بمتابعته 30 عاما حتى تعلمت العلم. قال سليمان: يا أيها الحجاج، لا يفتي في المناسك إلا عطاء. حصل أن اختلف سليمان وأبناؤه في مسألة من مسائل الحج، فقال: دلوني على عطاء ابن أبي رباح، فأخذوه إلى عطاء وهو في الحرم والناس عليه كالغمام، فأراد أن يجتاز الصفوف ويتقدم إليه وهو الخليفة، فقال عطاء: يا أمير المؤمنين، خذ مكانك ولا تتقدم الناس،
فإن الناس سبقوك إلى هذا المكان. فلما أتى دوره سأله المسألة فأجابه، فقال سليمان لأبنائه: يا أبنائي، عليكم بتقوى الله وعليكم بالتفقه في الدين، فوالله ما ذللت في حياتي إلا لهذا العبد. لأن الله يرفع من يشاء بطاعته، وإن كان عبدا حبشيا لا مال له ولا نسب، ويذل من يشاء بمعصيته وإن كان ذا نسب وشرف. ألم يكن هذا العبد الحبشي الذي رأسه كالزبيبة قويا؟ جاء هشام بن عبد الملك فحج البيت الحرام، فلما كان في الطواف رأى سالم بن عبد الله بن عمر الزاهد العالم العارف، وهو يطوف وحذاؤه في يديه وعليه عمامة وثياب لا تساوي 10 دراهم. فقال له هشام: يا سالم، أتريد حاجة أقضيها لك اليوم؟ قال سالم: أما تستحي من الله؟ تعرض علي الحوائج أنا في بيته؟ فاحمر وجه الخليفة، فلما خرج من الحرم لقيه قال: هل تريد شيئا؟ قال: أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: أما حوائج الآخرة فلا أملكها، لكن أملك حوائج الدنيا. قال: والله الذي لا إله إلا هو، ما سألت حوائج الدنيا من الذي يملكها تبارك وتعالى، فكيف أسألها منك؟ ألم يكن هذا العالم قويا أمام الخليفة؟ الاستقامة قوة، النزاهة قوة، الصدق قوة، الأمانة قوة، العفة قوة، العلم قوة. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر يخرج لاستلام مفاتيح بيت المقدس، فيخرج له الناس ويستعرض الجيش المسلم بقيادة أمرائه الأربعة تحت راية أبي عبيد الله، يستعرضون له في الجابية، فلما أشرف عليهم قال: لا إله إلا الله، ثم قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ثم أمر الكتائب والجيوش أن تتفرق، فيدخل مسكنه في تواضع وفي هدوء، فلما اقترب الأمراء منه قال: تفرقوا عني، أين أخي أبو عبيدة عامر بن الجراح؟ فتقدم أبو عبيدة فعانقه وبكى طويلا، فقال عمر: يا أبا عبيدة، كيف بنا إذا سألنا الله يوم القيامة ماذا فعلنا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، تعال نتباكى ولا يرانا الناس. فانحرفنا عن الطريق والجيوش تنظر إليهما، الأمراء والقساوسة والرهبان، فاتجهنا إلى شجرة ثم توقفنا عندها وبكينا. إذا كنت مع الله كان الله معك، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ يا ربي، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ يقول رستم قائد فارس وتحت يديه 280,000 من الجنود، يقول لسعد بن أبي وقاص القائد المسلم: أرسل إلي من جنودك رسولا أكلمه. فأرسل له سعد رضي الله عنه ربعي ابن عامر وعمره 30 عاما من فقراء الصحابة. قال سعد: اذهب ولا تغير من مظهرك شيئا، لأننا قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فخرج ربعي بفرسه وثيابه ورمحه البسيط، فلما سمع رستم أن وافد المسلمين سوف يدخل عليه جمع حوله الأسرة الحاكمة والوزراء والجنود، واستعدوا لأن يرهبوا هذا الوافد عله يتلعثم فلا يستطيع الكلام. فلما جلس رستم قال: أدخلوه علي. فدخل بهذه البساطة التي ما بعدها بساطة،
يظهر لهم أن الدنيا حقيرة وأنها رخيصة وأنها لا تساوي عند الله شيئا. أيها الإخوة، لما وقف أمامه قال اجلس، قال ربعي ما أتيتك ضيفا حتى أجلس، وإنما أتيتك وافدا. فقال رستم والترجمان بينهما: ما لكم أيها العرب، ما علمنا قوما أذل ولا أقل منكم للرومان حضارة ولفارس حضارة، أما أنتم فأهل جعلان تطاردون الأغنام والإبل في الصحراء، فما الذي أتى بكم إلينا؟ قال ربعي: نعم أيها الملك، كنا كما قلت وزيادة، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام، يقتل القريب قريبه على مورد الشاة، حتى بعث الله فينا رسولا ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. فغضب رستم، وللقصة تتمة رائعة. ما هذه القوة؟ أعرابي فقير يواجه قائد جيش يعد قريبا من 300,000. أيها الإخوة الكرام، وفي الصباح الباكر تمت المعركة بين مجموعة بداة في الصحراء وبين أقوى دولة وقتها. الآن كي نفهم، تصور دولة صغيرة جدا متخلفة فقيرة لا تملك شيئا تذل أقوى قوة في العالم، شيء يكاد يكون من الخيال، لكن إذا كنا مع الله كان الله